شكلت مسألة نقل عدد من صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية جدلا قانونيا في الأوساط التشريعية الليبية، وذلك بسبب ما اعتبره البعض تداخلا في عمل المؤسستين وفي نجاعة عنصر الرقابة والذي يمثل ضرورة لمكافحة الفساد. تطبيق رأيك طرح تساؤلا على الرأي العام الليبي حيال هذا الموضوع، حيث كان السؤال: هل أنت موافق أم غير موافق على نقل عدد من صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية؟ وكانت الإجابات كالآتي: بداية، عدد المشاركين في هذا التصويت بلغت 1629 مشاركا، أما بالنسبة لإجاباتهم فالأغلبية القصوى منهم، نتحدث عن 46%، يقولون أنهم لا يعلمون، أي أن هناك غموض حول هذا الموضوع، في حين أن 36% يوافقون، والبقية نسبة 18% لا يوافقون عن نقل عدد من صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. نتحدث عن الجندر المشاركين في هذا الاستطلاع، نجد أن 68% من الذكور والبقية 32% من المشاركين كانوا من الإناث. نمر الآن إلى الفئة العمرية، كالعادة نجد أن الفئة العمرية الأبرز هي ما بين 26 و44 سنة بنسبة بلغت 51.6%، وفي المرتبة الثانية نجد الفئة العمرية بين 19 و25 سنة بنسبة بلغت 28.1%. نمر الآن إلى أكثر المدن المشاركة، طرابلس المركز في المركز الأول بنسبة بلغت 14%. وختاما نتحدث عن المستوى الدراسي. إذا نمر إلى المستوى الدراسي، ونجد أن الفئة الأبرز هي المستوى الدراسي الجامعي بنسبة بلغت 63.4%، والبقية تتوزع بين المستوى الثانوي العليا والإعدادي، طبعا الثانوي في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 19.5%. إذا موضوع نناقش تفاصيله لليوم مع ضيف الحصة، أستاذ نبيل السكني، مدير مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية. أستاذ نبيل، مساء الخير وأهلا بك معنا في اقتصاد بلس. أختي الكريمة، ومساء الخير لمتتبعي قناة ليبيا الوسط. شكرا لك وشكرا على قبول الدعوة. إذا أستاذ، كما كنت تستمع لهذه الأرقام لاحظت حقيقة أننا، والأرقام تدل على ذلك، 46% يقولون أنهم ليس لديهم إجابات، لا يعلمون، يعني أن هناك نوع من الغموض حصل حول هذا الملف، حول هذا الموضوع. هل تمت فعلا نقل صلاحيات ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية؟ يعني الإجراءات القانونية هل تمت فعلا؟ ما هي النتائج، الانعكاسات؟ كل هذا يحدث نوع من الغموض في الشارع الليبي. بماذا تفسر ذلك في البداية؟ بداية أختي الكريمة، ربما 46% لا يعلمون أو غير متتبعين للمشهد السياسي أو المشهد الاقتصادي أو المشهد القانوني في ليبيا، وربما يكونوا من فئة الشباب وفئة الطلبة، لأن أصل الجسم، هو أصل الجسم الهيئة الرقابة الإدارية، كان ديوان المحاسبة جزء أو فرع أو إدارة داخل هيئة الرقابة الإدارية. بعد ثورة فبراير المجيدة تم استحداث جهاز ديوان المحاسبة، ونقل مجموعة ربما 90% ممن انتقلوا إلى جهاز ديوان المحاسبة هم موظفين في هيئة الرقابة الإدارية. بمعنى آخر، بأن هذه الإدارة أو هذا القانون الذي صدر من ديوان المحاسبة هو في الأصل كان ضمن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، وهو اختصاص أصيل سابق. نعم، هذا يجب أن يعلمه الكل. البعض يرى بأن تم سحب اختصاصات من ديوان المحاسبة بشكل غير قانوني، على الإطلاق هو كان في السابق إدارة عقود موجودة داخل هيئة الرقابة الإدارية، تقوم بأعمالها ومراقبة الرقابة الإدارية على كافة العقود التي يتم إبرامها من قبل الحكومة أو الأجهزة التنفيذية الأخرى. نعم، هي هامة جدا هذه التوضيحات أستاذ نبيل، لأن هناك من يعتبر هذا الملف في إطار صراع سياسي، فهذه الإجراءات أو هذه المعلومات القانونية من الهام أن يطلع عليها المواطن اليوم. نعم،
نعم، الخبرات موجودة، منظومة العقود التي تم العمل بها في السابق هي الرقابة الإدارية موجودة، هنالك إدارة إلكترونية تقوم بفلترة أو بالعمل فيما يتعلق بالعقود الإدارية وكيفية المتابعة مع المصرف المركزي ومع الحكومة. بدأت هذه الإدارة في العمل مباشرة بتعليمات من السيد الرئيس هيئة الرقابة الإدارية مباشرة بعد أن صدر قانون الصادر من ديوان من مجلس النواب. الآن الإدارة تم تشكيلها بتكليف مدير لها، محاسبين، قانونيين، خبراء في المجال العقود الإدارية، وباشرت عملها الآن لديها أكثر من شهر ونيف. هل واجهتم صعوبات في ظل عدم يعني في ظل هذا الصراع الموجود وفي ظل تشكيك العديد من أن هذه الإجراءات غير قانونية وهذا القرار غير قانوني؟ إطلاقا سيدة الفاضلة، نحن جسم سيادي يتبع مجلس النواب مباشرة، يمتثل إلى كافة الإجراءات القانونية. الذي حدث ليس بقرار، الذي حدث هو قانون صادر من مجلس النواب. تم إحالة أو تم إعطاء هذه الصلاحيات بناء على إجراءات قانونية، قانون صدر، ما على هيئة الرقابة الإدارية إلا أنها تقوم بتنفيذ هذا القرار الصادر إلى أن يتم يوما ما، إذا تم إصدار قانون آخر بسحب هذه الصلاحيات ستمتثل هيئة الرقابة مباشرة في إرجاع هذه الاختصاصات إلى أي جسم كان، ربما لا يكون هنالك جسم ديوان المحاسبة، يكون جسم آخر، ستمتثل هيئة الرقابة الإدارية لهذا القانون مثلما امتثلت الآن لقبول هذا القانون. شكرا لك واضح. شكرا لك الأستاذ نبيل سوكني مدير مكتب الشؤون الإعلامية بهيئة الرقابة الإدارية على ما أفتنا به. ختاما مشاهدينا، إذا أردتم المشاركة في هذه الاستطلاعات التي تجريها منصة رأيك، يمكنكم تنزيل التطبيق والمشاركة في استطلاعات الرأي والتعبير عن رأيكم في مختلف المواضيع.